بغاتو وبغاها. في الاخير اكتشفت الحقيقه، لقات بلي انها ما تقدرش تكمل معاه واخا كتبغيه، ولكن فات الفوت واضطرات انه تزوج به. علاش وكيفاش وشو اللي خلاها دير هادشي كامل، غادي نخلي لكم هذوك التفاصيل وسط الحكايه. ولكن هنا فين غادي تبدا المعاناه ديالها والاخطاء اللي ما يمكنش ما نستافدوش منهم جميع. ما تمشيو فين، وخلينا ندخلوا في حلقه الليله. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا ديال يوتيوب سلاميني. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه وحوالكم طيبه. عدنا والعود احمد، المؤنسه ديالكم كيف العاده دائما معكم وابدا. اول حاجه عواشركم مبروكه بصحه وسلامه، وشكرا جزيلا يا اوفياء ويا طيبين على التفاعل ديالكم مع القصه ديال مها تاع البارح، لا تاع البارحين. وبغيت نقول لكم اولا نبشركم بلي انه كاين الجديد ديال الخير اللي كنتسناو غير التطبيق ديالو ان شاء الله، وغادي نعطيكم الملخص نتاع اشنو وقع. فالحمد لله عليكم، الحمد لله انه هاد القناه عامره بالقلوب الرحيمه بالقلوب الطيبه. واخا ما قلتش لكم انكم تعاونوا معها، وكان الهدف اننا نعاودوا الحكايه فقط باش اننا نخرجوها من ديك البلاصه، الا وكل شيء لقيتو انه كيتصل باش انه يعطيها داكشي اللي قدر عليه باش تقدر تخرج من ديك المكان. شكرا لكم جزيلا. تقدروا تلاحظوا عندي واحد العوينه كبيره وواحده صغيره، ما عرفتش شنو داكشي وقع لي فيها شي انفيكسيون. واخا هكا قلت ماشي مشكل، خليني نشارك معكم حكايه الليله، ما تهمش المظهر ولكن المحتوى. فخلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. انا ليلى، تربيت وسط واحد العائله اللي لاباس عليها. بابا تزاد في العروبيه، ووالديه ما كان عندهم حتى شي حاجه. عنده 8 ديال الخواتات، واخا خرج من القرايه بكري غير باش انه يخدم وعنده 16 سنه. ضرب تماره والكرفي باش انه يدير المستقبل ليه ولخواتاتو. اما ماما ماتت ليها امها وهي عندها 16 سنه. غادي تزوج وغادي تطلق وغادي تعاود تزوج وغادي تعاود تطلق، تمحلات في حياتها. اما الاب ديالي كانوا خواتاتو هما اللي كيزوجوه، لدرجه انه اول مره زوجوه هو صغير وطلقوه من ديك المراه، وعاودوا زوجوه بوحده اخرى. وملي شافوها ولدات ليه ولد وبلي بدات كتحكم فيه، شي حد منهم عطى الولد شي حاجه اللي غادي ياكلها وغادي يتسمم ومات، وكانت عنده انا ذاك 5 سنين. الطبيب قال لهم راه كان واكل الزاج، وهنا غادي تطلق من ديك المراه وتزوج بالثالثه، وغادي يولد معاها بنت. ومن بعد بداو المشاكل ما بينه وما بين ديك المراه بسبب خواتاتو اللي كانوا كيدابزوا معاها. غادي تلقاها بالبنت، من بعد فاش خاف من خواتاتو تزوج بامي بالتخبيه، وخبى عليهم باللي انه مزوج بها. تزوجها وسكنها في واحد المدينه بعيده على العروبيه باش ما يعرفوش باللي انه هو مزوج بها. حتى واحد النهار ما بقاش كيجي لعندهم بزاف، وهنا غادي تبعو واحد اختو ولقاتو داخل لعندها، وغادي يسحب ليها بلي انه داخل عند شي عاهره اعزكم الله. غادي يهجموا عليه وغادي يهجموا على امي للدار، وهنا فين قال لهم بلي راه هاد السيده راه هي مراتي، ومن ثم غادي يحلفوا ليه حتى غادي ينوض يتزوج عليها. وكل نهار كانوا تيجيو عندها للدار وكيضربوه وكيغوتوا عليه، وبما انه كان تيكمي فكانوا كيشدوا داك الكارو ديالو اعزكم الله وتيحرقوه ليه في يديه، حيت خواتاتو كانوا صعبات بزاف. وضر باش انه يتزوج عليها على ماما، وقبلات الام ديالي بهذا الامر الواقع حيتاش ما عندهاش على من ترد الراس. الام ديالها ماتت وتربات غير عند واحد عمتها حتى هي اللي كانت ماتت، وعانات من الحرمان ديال الام والتعذيب ديال مرت الاب، وخوتها كلهم تشتتوا وباها عيان. وهنا بابا غادي يتزوج بالمراه الخامسه ولا معاد السادسه ما بقيتش عاقله. هاد المراه نتاع مرت با كانت مراه شيطانه متعلقه بالسحر والشعوذه وبزاف ديال الحوايج. انا غادي تحمل الام ديالي، وملي سمعوا بهاد الخبر خلاو حتى سافر الاب ديالي وغادي يضربوا الكراج بالليل. تخلعت الام ديالي وطاح ليها الجنين، وبقى الغشاء نتاع داك الجنين في الوالده ديالها اللي ما خلاهاش تحمل لمده 7 سنين. فهاد المده تزاد عند بابا 3 ديال البنات، ومن بعد حملات بالولد اللي هو خويا الكبير، ومن بعد حاولت مرت با انها تولد باش تجيب ليه الولد حيتاش كان عندها غير 3 ديال البنات، وعاودت حاولت تولد 3 ديال مرات وحده اخرين، ولاو عندها غير 6 ديال البنات. الاب ديالي تزاد عنده الولد الاول والولد الثاني من الام ديالي اللي هما خوتي شقاق. امي كان مسكنها في مدينه بعيده على والديه وخواتاتو، اما مرتو الاخرى كان مسكنها مع العائله في الدار. هاد مرت با ما كانش كتحمل امي حيتاش كان با كيبغي امي بزاف وتيبقى معها بزاف، وداكشي اللي زاد حقد مرت با علينا لدرجه انها غادي تسحر الخويا وهو مازال باقي صغير ما عارف والو. منين تيطيح مسكين كيبقى كيهضر، وداك الجن اللي وسط منه تيبقى تيقول مرت باه مرت باه، لدرجه انه الصحه ديالو ولات كاملها مطبعه بالكحوليه، وما خلينا حتى شي طبيب ديال الجلد ولا دواء الا وجربناه.
ولكن داك الشيء اللي كان فيه كان بسبب الصحه. كبرت انا وكانوا عزاز عندي خوتي اللي هما بناتها بنات مرتبه، وحتى هي كانت عندها بلاصه في قلبي وتعجبني الحال انني نمشي عندهم في الصيف. ومرتبه كانت كتعامل معايا مزيان، واخا خوتي كان فيهم السم والحسد اللي كان كبير بزاف، كانت امي ديما كتقول لي ليلى ما تمشيش، راه ما مزياناش، راه غادي توكلك شي عجب، راه غادي يدير لك وتفعل لك. ولكن انا ما كنتش كنتسوق ليها، كنت كنبغي معام اللعب وديك اللمه وداك النشاط اللي كان تيعجبني. ولكن خواتاتي كانوا حاقدين عليا لواحد الدرجه اللي هي كبيره، لانه الاب ديالي كان ساكن معنا بزاف وما كيشوفهمش غير مره في الاسبوع. داكشي اللي كان مخليهم حاقدين علينا وما كيبغيونيش بزاف. ولكن حكايتي غادي تبدا منين غادي تجي عندنا اختي لاول مره، وغادي تدوز عندنا واحد 15 يوم في العطله ديال الصيف. في هذا الوقت كانت هي على علاقه بواحد الشاب اللي كانت كتخرج معاه، وانا ذاك كنت باقه صغيره عندي 12 سنه، ما كنتش عارفه شنو هو التصاحب ولا حتى الدراري ولا حتى شنو هي تكون على علاقه بشي دري. المهم كانت كتمشي مع واحد الشاب وكانت كتخرجني معاها، وداك الخليل ديالها كان تيجي بصاحبو اللي كان تيعجبني وكنت نعجبو بزاف. كتقول لي هضري معاه، شنو غادي يوقع كاع اذا مشيتي دويتي معاه. كانت كتشجعني حتى وليت كندوي ليه وغير بالتليفون، من بعد حلات لي عينيا على العالم تاع الدراري والتصاحب وبزاف ديال الحوايج. ما بقيتش كنهضر مع هذاك، وتعرفت على واحد اخر غير من التليفون وبدينا كندويو. ولكن صراحه ما كنتش كنجرأ انني نتلاقى بشي حد، حيت خويا الوسطاني كان حاضني بزاف، اذا لقاني مع شي صحاباتي كيضربني وما كانش كيخليني نخرج، ما كانش يخليني اصلا نهز النفس كاع، وحتى والديا ما كانوش يقولوا ليه علاش كتضربها. عانيت بزاف بسبب خويا، لانه الحريه اللي كان عاطيها ليا الاب ديالي هو كان مزيره عليا بزاف. من بعد بقيت كندوي مع واحد الدري لمده شي 6 شهور، وتفارقنا وتلهيت في قرايتي اللي فيها تعرفت على خو داك الخليل الاول ديالي. هضرت انا وهاد الشاب وشحالو حنا كنتلاقاو وكنخرجوا غير بالتخبيه، كندير شي عذر باللي انا غدا نمشي لعند شي بنات ولا كنجيب شي حاجه، وبقيت على علاقه به لمده شي عام. وهذا الشيء اللي تنقول لكم راه كان عندي ما بين 14 16 سنه. في هذه المده ما كانش هذا الشاب عاطيني قيمه ولا مسوق ليا، حيت هو انسان اللي معقد اللي غادي يقولها ليا نهار الاول، وقال ليا بلي ما غاديش نصلح ليك، ولكن ومع ذلك كملت معاه، حيت كنت باغا اللي يغير عليا ويديها فيا ويحسني بلي راني كاينه في حياته، ماشي بحال دوك الاولي اللي كنت غير نزوه في حياتهم. المهم بقينا تنهضروا، ولقيتو ما عطانيش اهتمام حيتاش كنمشي للقرايه، وتنبقى تنضحك مع الدراري في المدرسه، وباش نربح بالاهتمام ديالو ونزيد نتقرب منه سمحت في قرايتي وخرجت منها في الثاني اعدادي. فعلا فاش سمحت في قرايتي وما بقيتش كنخرج مع البنات ولا مع ماما، حيتاش ما عزيزش عليه البنت اللي كتبقى غير كدور هنا، غادي يزيد بالصح انه يتقرب مني ولا كيشوفني بزاف. واحد الوقيته بحيله فقت وقلت بارك عليا انا من هادشي، خاصني نرجع للقرايه، وما تليتش باغا نكمل معاه، وقلت ليه عرفتي يا فلان الله يعاونك انا صافي ما بغيتش نكمل معاك في هذه العلاقه الخاويه. ملي بغيت نسحب من هذه العلاقه هو اصر باش انه يكمل معايا، وبقى كيتبعني وكيبكي وتيقول لي بلي انا راني بغيتك ليلى وبغيت نتزوج بك، ويبقى كيضرب في راسو كيقطع في حوايجو بحال شي واحد حمق. هنا فين قلت ليه ايوا عرفتي يا فلان اذا بغيتيني اجي تزوج بيا، ولكن فاش غادي يقولها لوالدي غادي يرفضوني، علما انهم ما عارفينيش، هما من العروبيه ديالنا ومن عائله الاب ديالي، ولكن مع ذلك رفضوني وما بغاونيش. قالوا ليه ما تديهاش، ولكن هو اصر عليا، وهذيك هي مناش نخلاق. تحارب مع الام ديالو حتى جاو باش يخطبوني، وفعلا جاو، واخا ديك الخطبه اللي ما خرجاش من القلب كتكوني كتحسي بها. تخطبنا لمده عام تنخرجوا وتندويو، ولكن ومع ذلك المشاكل كانت ما بيناتنا. تبقى عليا ما تخرجيش، ما تمشيش مع ماماك، ما تمشيش عند هادي ولا هادي، وما ديريش وما تفعليش وما تركيش، وبزاف ديال الحوايج والشروط. كان معيشني الحبس، حتى من صحاباتي ممنوعين عليا وبلوكا ليا كلشي، وممنوع انه تكون عندي شي وحده في التليفون، وتليفوني وقت ما تلاقيت به خاصو يتقلب لان كنت نهضر مع شي واحد من موراه. صبرت حتى لواحد النهار وعييت وقلت غادي نتفرق معاه، ما حدنا مازال غير مخطوبين، انا هاد الحياه ما مستعداش ليها وماشي هي اللي بغيت وما مرتاحش فيها. ولكن للاسف الام ديالي وعمتي اللي هي اخت بابا قالوا لي ولكن انتي منين بديتي معاه غادي تكملي معاه، وضد فيهم في العائله ديالو حيتاش ما بغاوكيش غادي تنوضي تديه. حتى خويا قال لي منين ليلى تصاحبتي معاه غادي تزوجي به، وبزز منك ما عندكش خيار واحد اخر.
ولكن انا كنت باغا نساحب من ديك العلاقه حيت بانت لي بلي انا تعقدت بزاف، ولكن ما خلاونيش. صبرت وكملت ودرنا الخطوبه الرسميه اللي غادي يطراو فيها بزاف ديال المشاكل، وما بغاوش يجيو العائله ديالو، وتحرج وحسيت بلي انهم بحيله بغاو يزوجوا لي شي وحده بلا شرف، علما اني مازال باقا صغيره وزوينه واي واحد يشوفني يتمناني. ومع ذلك كملنا، وقت العرس غادي يوقفوا عليه العائله ديالو، لا والو ما غاديش دير داك العرس. هو شد معاهم العكس ودار داك العرس غير بالمشاكل، وما وقفوش معاه وما حش كاع بلي انه دار شي حاجه. المهم غادي نتعرض في العرس ديالي للسحر، ما عرفش شكون اذاني. المهم غير كنرجع وما تناكلش، وداروا ليا التقاف لدرجه ان امي غادي تمشي عند شي فقيه اللي غادي يقول ليها شنو يدير باش انهم يبطلوا داك السحر اللي عندي. هادشي كله تخيلوا معايا وانا عندي 16 سنه، ما عارفه مازال حتى شي حاجه. تعذبت بزاف من نهار دازت ديك الليله ديال العرس، هزيت وحده وحطيت ليله وحده اخرى، وليت حالتي وعندي تسمم في المعده. لقاو بلي انا وكليت شي حاجه اللي دارت لي الميكروب في ديك المعده، واضطريت انهم مورا عرسي بشهر ندير غسل المعده. غادي نعيش مع العائله ديالو اللي كانوا كثار بزاف، وانا كنت مخنته ما نطيب ما نعجن. دخلت وتحملت وصبرت وهزيت الشقه كامل على ظهري، وانا غير ساكته وصابره. حتى لواحد النهار غادي ندابز انا ويا واحد الندابزه اللي كانت كبيره، وقلت لي صافي يا فلان انا بغيت نمشي فحالي. هزيت حويجاتي ومشيت. منين طلعت لدارنا انا والام ديالي بديت كنتغاوت معاها، سمعني خويا وغادي يصيفط لي ميساج وقال لي والله ما هزيتي حوايجك ومشيتي عند راجلك ليلى وعاودتي رجعتي لهنا غادي نقتلك انت وياه. اللي ما عارفينوش نتوما بلي انه الاخ ديالي واحد السيد اللي هو سكير الله يعفو عليه، ويقدر يدير اي حاجه، وشحال من موتيف كان تيدير وكان كيضرب الناس، غير الاب ديالي بالمعارف ما كانش كيخليه انه يضرب الحبس. اما كون ما كانش عنده كون داك الدري شحال هادي مشى للحبس. خفت وما بغيتوش يتعامل معايا بحال هكا باش يكون ظهري ويعاونني ويساندني ولا تيجري عليا. بسبب فاش قال لي اذا رجعتي غادي نفضي معاك انت وياه، اضطريت انني نصبر على الدل ديال عائله راجلي والمعيور ديال راجلي اللي صراحه حتى انا كنترد معاه، وفاش كيشوفني باغا نجمع حوايجي كيبدا كيرغبني حيت ما قادش يتفارق معايا. كنصبر بزاف مع دارو، خاصني نفيق بكري ونعاسي ما هو نعاس، تنخاف انه نصبح ناعسه ويتحاموا عليا كاملهم مع بزاف ديال التفاصيل. شمنك يا شقا، شمنك يا حشان، زعما تقطعي الربيع وداكشي حيت ساكنين في البلاد، واذا مرض ما كاينش اللي يعقل عليك. اذا مرض كنهز حويجاتي وكنمشي عند ماما حيت ما كاينش اللي يقابلني ولا يقول مالها شنو بها ولا هاكي اعطيها شنو خصها. كنبقى عندها حتى كنبرا وتنعاود نرجع من جديد لعند راجلي. بقيت هكاك لمده عام، وهنا قررنا باش اننا نديرو وليدات. قطعت الكينه وما خليت ما درت، شربت العشوب شربت الدوايات دوزت عند الطبه، والو ما عندي حتى شي حاجه. من بعد اصريت عليه باش انه هو يدوز، ربما فيه شي مشكل، المهم حنا نحيدو الشك. فعلا دارت تحاليل، والصدمه الكبيره انه لقيناه ما تيولدش. الطبيب قال لنا ماشي حتى شبه ما تيولدش، ولكن اولا شبه ما غاديش يولد، ولكن مستحيل انه يولد واحد النهار. ما عندوش الحل لا في العملية ولا حتى في الدواء. ومع ذلك وكلت أمري المولانا وبكيت معاه، وقلت لي أنا ما غاديش نسمح فيك فلان، راه ماشي الولاد اللي جمعونا وماشي هما اللي غادي يفرقونا، وإذا مكتبين لينا مرحبا وإذا لا راه مرحبا. واخا كانت الأمنية ديالي يكون عندي شي وليد ولا بنيته، وتنحماق على الدراري الصغار، صبرت وقلت ماشي مشكل. عمري باقي مازال جبت معاه الموضوع، وسكت وبقيت عايشة مع دارهم هكاك معذبة. وقفت معاه بزاف ديال الوقفات، ورجعوا دارهم تيقولوا هاد البنت راه بنت الناس، واللي ما كانش يحملني فيهم ولا يقول لي بلي انت كاع احسن منهم، حيتاش وقفت معاهم وقفه ديال الرجال. عمرني ما سمحت في شي واحد فيهم، واللي مرض كان هزو واللي كيولد كان هزو، واذا بكاو نبكي معاهم. وعمرني ما قصرت في حق شي واحد فيهم، ديما كنت لالا مولاتي في كل شيء. دارت الوقت وفتحت، ونفس الحكايه غادي تعاود. جلست سيمانه في دارنا وبان لي بلي انه ما كاينش على من غادي نحط الراس. جلست سيمانه في الدار مع راجلي وعائلته، وبان لي بلي انه ما كاينش على من تحط الراس، حتى جات امي هزاتني وداتني حتى بريت. من مورا يفتح مرضت وما بقيتش قادره نتحرك بواحد الرجل، ومشيت ندوز، وقالوا لي بلي انه راه عندك الفتق في الدار اللي ما تقدريش تحركي به ولا تشقي به ولا تنقضي به. 6 شهور وانا نعسه عند امي وما كنتحركش، وفاش كنجي عند الدار راجلي ها اللي كيتنفخ عليك، ها اللي تيقول لك نوضي تشقاي. تندوز سيمانه معاهم ونعاود نهز حوايجي ونرجع للدار امي. عييت مع راجلي دير لي داري، تيقول لي لا انا ما نقدرش نخلي امي، علما ان امو ما ساكناش بوحدها راه ساكنين خوتو معاها. تيقول لي واش حتى شرفات وكبرات وعيات عاد غادي نخليها؟
هو صراحة ما مقصرش في حقي، داني دوز ليا وقال لي واش بغيتي شي مساعدة نديرها لك اللي عجبك، غير هو ما يخرج من دار امه. ولكن لقيت بلي انه هادشي ماشي منطقي، ما يمكنش تجي خدامة تخدم عليا غير انا بوحدي وانا عايشة وسط منهم وهما ما تخدمش عليهم، واذا جبتي مساعدة وحدة ما كافياش وسط ديك الدار، وهو ما يقدرش يخرج الكري لانه عنده الكريديات، وتيقول لي بلي انا ما قادش على المسؤولية ديال العزيل حيت ما عندوش مدخول شهري قار، مره خدام مره لا، فاش عرف راسو بلي انه ما تيولدش لو كان طلبت ليه المستحيل يحضروا ليا غير باش ما نمشيش ونخليه. ولكن راه الشك بزاف والغيره، وما تخرجيش والتليفون ضروري تقلب، ورغم انه تليفونه ممنوع انني نحط عليه يدي، واخا لقيتو شحال من مره تيحاول انه يدوي مع شي بنات ويصيفط ليهم كيطلب مني السماحه وكنسمح ليه، ما مره ما زوج، وانا ممنوع ليا انني نقيس ليه التليفون ديالو، تيكسيني وهذه صراحه ما نقدرش نخبيها، واذا دابزنا تيجي تيحذرني وتبدل من مورا، وخصوصا تبدل بزاف من مورا ما عرف بلي انه ما تيولدش. هادشي كله نقدروا نلقاو ليه حل ونقدر نزيد نصبر عليه، ولكن خوه تيتصهر عليا وكيخلي راجلي حتى كيخرج وكيبدا كيصيفط ليا واتساب ويهضر معايا فينك واش دوشتي ايوا بالصحه، ويبدا يصيفط لي تصاور مخله للحياه، اولا اذا دخل الكوزينه وداز حدايا تيقيسني، وكندور وكنقول ليه شنو كدير فلان، تبدا يقول لي لا راه غير كنضحك معاك راه كنتي بحال اختي، خايفه نعاود هادشي. نهضر ونقول ليه بلي انا وخوك كيتحرش بيا، والمشاكل اصلا كاينه في الدار بزاف، وتقدر طيح شي روح او لا هو ينوض يدير شي موتيف مع اخوه. فاش نقول ليه لوسي ما تبقاش تدوي معايا ونبلوكيه، تيجي عندي راجلي ويقول لي علاش بلوكيتيه، شنو ما بينكم ما بينه، هو راه خويا وهذه وهذه، وكنضطر انني نعاود نردو عندي حيت ما قادراش نعاود ليه الحقيقه. فاش يجي خوك يبقى كيقول لي سمحي لي وانا راه كنعتبرك بحال اختي، ولكن ماشي اخوه هذيك، انت كتدخل في العلاقات الحميميه ما بيني وما بين راجلي وكتسولني عليها، وماشي سوقي انني حتى انا اصلا نعرف مع من انت كتمشي ولا جيتي ولا حتى شنو درتي، تقدر تعاود لي المشاكل ديالك نقولوا ماشي مشكل، واخا اصلا حتى شي حاجه ما خاص تكون ما بيناتنا. مرضني وعيات النفسيه ديالي وما بقيتش عارفه اش من طريق غادي نشد انا مع هذا السيد منين وانا عندي 16 عام، ودابا عندي 24 سنة، لا ولاد لا صحة لا راحة نفسية، وتخيلوا معايا بقى أنا هي أنا، ما تخلينيش نزيد القدام. عييت معاه، بغيت ندير غير داك الباك حر، بغيت نقرا ما مخليني ندير والو، ما عارفاش واش نرجع لدارنا، وإذا طلقت ومشيت مع خويا اللي تزوج دابا ومرتو كينا تما، واش غادي نستحمل نعيش معاهم ونتفاهم معاهم أو لا غادي نكون سبب في المشاكل. ما عارفاش من طريق غادي نشد حيت ما بقيتش قادة، نبقى ساكتة وعييت من الشقا ومن التمارة وظهري مفكوك ليا. تنقول دابا انا اللي باقا صغيره ما لقيتش ليه يهزني، ليه يهزني فاش كنطيح في الفراش، فما بالك من هنا لقدام فاش نكبروا وما عندناش الاولاد. خايفه اذا طلقتو نظلمو حيت ما بغيتش نتسمى سمحت فيه حيتاش ما تيولدش، وهذا الامر ماشي بيديا. خايفه لا نبقى معاه ونكون تنظلم راسي وما عارفاش شنو ندير، محتاجه النصائح ديالكم انكم تفيدوني، شنو ندير لانه كتبان ليا 8 سنين من حياتي ضاعت بدون معنى، عمرني مرتاحيت، مرضت روحيا بالسحر وتلت ما بين المتاهات نتاع الفقهاء والرقات، مرضت نفسيا واضطريت انني نشرب الدواء نتاع الاكتئاب، ومرضت حتى جسديا. تخيلوا معايا ما بقيتش عارفه شنو ندعي الله، واش يا ربي راني بغيت الدريه صالحه اولا شفاء اولا ينوض يعزل ليا باش ما بقاش نتلاقى بخوه اللي كيتصرع عليا. تيقوني اذا قلت لكم ما بقيتش عارفه الطريق اللي فيها الخير واللي غادي نشد، وخايفه لما نكملش معاه وندم ونقول اللهم كون بقيت عايشه معاه ولا نعيش مع خويا اللي غيبقى عليا، فين دخلتي شنو درتي وشنو لبستي، ورغم ان والديا تيقولوا ليا واش غادي تبقاي بلا ولاد، هزي راسك وهجي داركم، انا اليوم تلفانه ما كرهتكمش انكم توجهوني تعاونوني نعرف شنو بغيت. هذه هي قصتي، وهذه هي كانت حكايه ليلى او في هذه القناه. لكم التعليق باختصار مفيد، هو بغى يجيب لك شي وحده تعاونك، علاش كتفكري هما اش غادي يقولوا، محتاجه شي وحده اللي غادي تعاونك غادي يجيبها لك، هما دبر راسهم، انت مريضه مهرسه لك صحتك هما راه بخير. هذه النقطه الاولى، يعني عندك حل. حاجه ثانيه، الوليدات كنت سولتك في الخاص قلت لك كنت هي اللي كان فيك المشكل، واش هاد السيد كان غادي يصبر معاك ولا لا، والجواب غادي نخليه لك انت. والحاجه الثالثه، خوه خصك تفضحيه، خصك تلقاي ليه دلائل، ولكن قبل هادشي كله اتهضري انت وياه، يا غادي تعطيني اتساع يا راه عندي الدلائل عليك غادي نوض نفضحك عند خوك. عطاك اتساع هادشي اللي بغينا، ما عطاكش اتساع هذا نظري والله اعلم. كنتسنى المتابعين الكرام انهم يخليوا لك تعليق يقولوا الاراء ديالهم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مبروك عواشركم دائما وابدا. اذا كان غدا رمضان تسناوني غدا في سلسله من سلسله الانبياء ان شاء الله، واذا ما كانش غدا رمضان غادي نقول لكم بيض غدا ان شاء الله. سلام.
سلام.